بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر رابطة دعاة الكويت بهذا الإحساس الوطني النبيل والاعتراف الشجاع بحق هؤلاء الأبطال، لأنهم فعلا في ضمائرنا وفي وجدان الشعب أبطال لا مجرمين. عقدت اليوم في الرياض القمة لدول مجلس التعاون، ونسأل الله عز وجل أن تتكلل مساعي صاحب السمو أمير البلاد بهذه المصالحة الخليجية ورأب الصدع ما بين الأشقاء. وتجولنا كثيرا في الوفود البرلمانية وفي اللجنة الخارجية البرلمانية، ورأينا أن سمو الأمير يشار له بالبنان في هذه المصالحة الخليجية، واليوم قاعدين نشهد نتائجها. اليوم قيمة الإصلاح ما بين المتناقضات وما بين المختلفين هذه قيمة عظيمة لا يعترف فيها ويحملها ويخليها على عاتقه إلا الكبار. فلذلك اليوم كل الأنظار اتجهت إلى صاحب السمو أمير البلاد حتى تنجح مثل هذه المساعي. نعيش في إقليم ملتهب، نعيش في صفيح ساخن في المنطقة، يضعنا أمام مسؤولية تاريخية اليوم كنواب وكشعب وكسلطة أيضا. اليوم هذه القضية وهذه الدعوة المستحقة ليست قضية صراع بين طرفين ما فيها رابح وخاسر أبدا، بل إنها تأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وعلى رأسها المصالحة الوطنية. فهي قبل أن تكون قضية سياسية هي قضية أخلاقية في المقام الأول. وإقرار هذا القانون ورص الصف الداخلي جعله المشرع بالدستور على عاتق الأمة عبر ممثليها، وهذه المادة قروها كل الأخوة اللي قبلي. والشق الأول يتعلق بالعفو الخاص، والشق الآخر في هذه المادة يتعلق في حق الأمة بهذا العفو الشامل. الله عز وجل وجه نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاستقام نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا التوجيه الرباني، فامتدحه رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأن العفو من شيم الكرام، والعفو كما قالت العرب: العذر عند كرام الناس مقبول، والعفو من شيم السادات مأمول، ودية الكرام العذر. وقال الأحنف: إياكم وحمية الأوغاد. قيل: وما حميتهم؟ قال: يرون العفو مغرما والبخل مغنما. وقيل لبعضهم: هل لك في الإنصاف أو ما هو خير من الإنصاف؟ قال: وأي شيء خير من الإنصاف؟ قالوا: العفو، فالإنصاف ثقيل. وقال أحد الحكماء: العفو عن الذنب زكاة النفس. وقال البحتري: إذا أنت لم تضرب عن الحقد لم تفز بشكر، ولم تسعد بتقريض مادحي. فالعفو يا كرام من شيمة الكرام. رسالة للجميع، للسلطة وللشعب وللفرقاء وللخصوم. حاول الإعلام الفاسد على طوال السنوات الماضية عندما غيب الإعلام الحقيقي الصالح بفلوس ونفوذ وضرب وإغلاق محطات، حاولوا أن يصورون المسألة هي مسألة تحدي وكرامة للسلطة، وأن إذا الجماعة هذول رجعوا من المهجر ترى خسرت السلطة رهانها وخسرت تحديها وكرامتها.
وأقسم بالله العظيم إن هذا الكلام غير صحيح. أقسم بالله أنا شخصيا زرتهم في منفاهم ومهجرهم، والآلاف من غيري من الشعب الكويتي زارهم في تركيا. قسما بالله ما سمعناهم يوم من الأيام اغلطوا على الأمير، ولا سمعناهم يوم من الأيام ما ذكروا الأمير والشعب الكويتي إلا بكل خير ووفاء. عن أي تحدي يتكلمون؟ عن أي صراع يتكلمون؟ إحنا قاعدين ننتصر لهذه الكوكبة من المصلحين، اللي إذا ما انتصرنا لهم راح يأتي نفس اليوم اللي إحنا راح نطلب من ينصرنا ولو بكلمة. مسلم البراك في يوم من الأيام قال لو ما بقى من هذه الأسرة إلا طفل ربيناه ورعيناه، وإذا كبر خليناه أمير. منو فيهم من أزلامهم يتكلم مثل هذا الكلام؟ منو يقدر يقول من حاشيتهم مثل هذا الكلام؟ وإحنا سمعنا، قال تبون الحكم ولا ما تبونه، قال تبون تفلونها ولا ما تفلونها. اليوم مثل هذه المقارنات هي مقارنات خاسرة، لأن الشعب الكويتي شعب حر وأصيل وما ينسى. واليوم اللي راهن أن ذاكرة الشعب قصيرة، هؤلاء الرموز وهذا الحشد اليوم قاعدين نشوفه، وهذه الوثيقة اللي قاعد تجوب من ديوانية لديوانية ويوقعون عليها الآلاف، هي أكبر دليل أن هؤلاء الأشخاص بعد ما كانوا نواب اليوم أصبحوا رموز. اليوم اجتمعنا مو لأنهم محتاجين، فالكويت محتاجتهم، والدستور محتاجهم، وقبة عبد الله السالم محتاجتهم، والشعب الكويتي محتاجهم، والأجيال القادمة تحتاج هذه الكوكبة، ويرجعون لديرتهم وهم مرفوع الرأس. رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد تكليفه من قبل صاحب السمو أمير البلاد، وضعه أمام كلمة فيها مسؤولية كبيرة، قال له ثوبك نظيف، وخطب رئيس الوزراء في وسائل الإعلام. ولو كان هذه الرغبة حقيقية صادقة في محاربة الفساد، وإحنا نقول له هذا أول اختبار حقيقي، وغير هذا الملف فلا اختبار، ولا أعلنها لك صراحة يا شيخ صباح الخالد، وأقول لك موقفك تجاه هذه القضية تحديدا هو من سيحدد لي ولغيري وين موقعك من الفساد ومن الإصلاح. واليوم يا شيخ صباح الخالد أنت تعلم وأنا أعلم وكل من يسمع ويشهد يعلم أن فيصل المسلم وجمعان الحربش مسلم البراك وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وسالم النملان ومبارك الوعلان وكل من معهم من الشباب الوطني الحقيقي، جرمهم الوحيد أنهم دافعوا عن الدستور وتصدوا للانحراف التشريعي. وفي المقابل أنت تعرفهم جيدا يا صباح الخالد، والشعب الكويتي يعرفهم جيدا، فريق مارسوا الفساد التشريعي وتضخمت حساباتهم. وأنا أقول لك وبكل شفافية وصراحة، أنت بيدك تختار أغلبيتك، فإذا اخترت أغلبية الإصلاح فالشعب الكويتي قبل النواب راح يتعاون معك، وإذا اخترت غير ذلك فأنت اخترت المواجهة. وحتى لا يعيد المشهد نفسه، لجأت الحكومة سابقا إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة والالتفاف على الإرادة الشعبية بالنيل من فيصل المسلم. لم يملك النواب ذاك الوقت إلا اللجوء للشعب الكويتي وخارج قبة عبد الله السالم، ولأن فيصل المسلم ومن انتصر له من النواب كانوا على حق، والسلطة في ذلك الوقت كانت على باطل. أصبح لدينا استحقاق سياسي اسمه رئيس وزراء سابق. فلذلك أمامك هذا المشهد،
والحين صار رئيس وزراء سابق وآخر سابق كلهم بفضائح وانتهى مستقبلهم السياسي. اليوم أمامك هذا الخيار. طلعت كلمة عفوية من الأخ الفاضل صالح الملة وقال بس مصخت ويبي يطلع لساحة الإرادة، واستجاب لدعواه الآلاف من الشعب الكويتي على جميع أطيافهم وقبائلهم ومناطقهم. هذا المشهد راح يكرر ذاته وراح يكرر مشهد ذات الأجواء بالضبط. إذا شخص يقول هذه الدعوة يستجيب لها الآلاف، فأعرف أن الوضع صعب عليكم كسلطة. حتى لو حظيتوا بهذه الأغلبية النيابية، ولكن في ضمائر الشعب والله ما لكم أبدا أي صف من الصفوف الأمامية. وأما من يقول أن العفو يطلب ولا يفرض، اليوم هذا حق دستوري أمامنا. اليوم للأسف هناك من يرفض مثل هذه الدعوات، حتى دعوة الأخوة مجرد إطلاق هذه الدعوة مرفوضة من نبيها عفو، لأن المذكرة التفسيرية في دستور الكويت ذكرت ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أبا لأبناء هذا الوطن جميعا. من اللي قاعد يحول بيننا وبين سمو الأمير؟ من اللي قاعد يحول ما بين صوت الشعب الحقيقي والوصول إلى أب الجميع وأب السلطات؟ من المستفيد من وضع هذه العراقيل أمام هذا العفو؟ هناك دولة عميقة فاسدة هي اللي قاعد تحول ما بين تعزيز هذه الجبهة الداخلية ورجوع إخواننا المهجرين. فالعفو الشامل في مادة الصريحة في الدستور ما تعلقت في لا يطلب ولا يفرض ويفرض ولا يطلب، وهذا التحدي وهذه المسلسل اللي قاعدين نسمعه من الأخ رئيس المجلس مرزوق الغانم. في دور انعقاد الأول في مجلسنا هذا صوتنا على قانون العفو الشامل، وصوت معانا 20 نائب وما حزنا على الأغلبية. وقتها ما حد قال يطلب ولا يفرض، ما حد قال هذه الفرضية اللي قاعدين نسمعها اليوم إلا في شيء داخل النفوس ولن نطلع عليه إلا بالمستقبل، وهو اللي يحكم التاريخ السياسي. لأن أمام مادة دستورية صريحة وقانون يصوت عليه، فأما القبول وأما الرفض، وسنمارس حقنا الدستوري بالمطالبة بالعفو الشامل. فنحن نستند على دستور أقسمنا على حمايته. اليوم الحصول على النتيجة ليست مسؤولية النواب فحسب، وإنما مسؤولية المجتمع، وهي مسؤولية شعبية أكثر منها برلمانية. في هذه الدائرة والدوائر الأخرى كم من النواب قاعد يوقع على الوثيقة؟ وكم من النواب راح يصوت معانا على هذا القانون؟ وراح أكون أكثر شفافية ودقة. بعد الصوت الواحد تمزق المجتمع وتفرق المفرق وتشتت المشتت، وأصبحنا نتكلم عن مجاميع صغيرة داخل قبائلنا ومناطقنا ودوائرنا. اليوم صار فيك حيلان وصار فيه محزن مليان، ما هذول المهجرين فيهم العنزي وفيهم المطيري وفيهم الرشيدي وفيهم العازمي وفيهم الحضري وفيهم البدوي، وين حمية الناس عنهم؟ الحمية هذه الحمية الحقيقية، عندما ترى من كان يدافع عنك الآن بعيد عن أهله وإخوانه وبعيد عن وطنه. هني تبقى الحمية الحقيقية اللي ناس تسمع عنها وتغنى فيها قديما. دافعوا عنكم بشراسة داخل قبة عبد الله السالم ودفعوا هذا الثمن غالي على أنفسهم وعلى بيوتهم وعلى أهلهم، حتى أن البعض عياله تربوا اليوم وكبروا وهم بعيدين عنه. اليوم الرقابة على الرأي العام هذه ذكرت في دستورنا الكويتي، فهي ضمانة رئيسية ومقوم أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطي،
وأشارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لهذا الدور وأكدت فيه أن رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها عبر الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. هذه رقابة الرأي العام، هذا المشرع اللي يبي من الشعب الكويتي أن يكونون ضليعين في شعبية الحكم، لأن هم العمود الفقري لهذا الموضوع. يجون أصحاب لحى اليوم ويقولون هذول أنتم قاعد تحدون الأمير، ويجون أصحاب السلطة اليوم اللي قاعد يغدقون عليهم بالفلوس الليل بالنهار وقاعد يقولون هذه مسألة تحدي. احنا نستند على دستور ونستند على ممارساتنا الديمقراطية وعلى قوانيننا التي كفلها لنا الدستور وراح نمارسها، وما في خير كراسينا إذا ما دفعنا عن أخواننا. فلا عزة لرجال لبلاد إلا برجالها المخلصين، ولا مكانة لبرلمان سوى بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد وإرساء العدل، والحمد لله رب العالمين.